بس احمد بقى اللي عايز يعني اتكلم فيها وهي مهمه جدا ان احنا برضو بكره لازم بعد الناس بكرة. كلها او بعد بكره نساعد التحكيم المصري عشان التحكيم المصري طبعا. يعني في ماتش زي ده هو اللي بياخد الثقه في نفس الوقت برضو التحكيم المصري لازم برضو يساعد نفسه في ايه بقى العداله يعني العداله دي نمره واحد كمان بنشوف بطء غير عادي في الفار لما كوره بتحصل مشكله بتلاقي يعني ما بشوفهاش بره دي خالص يا هشام الفار في ثانيه بيجي الحكم بياخد قرار بيعمل له كده كده انما احنا بنقعد خمس وست دقائق بتدي فرصه يا استاذ احمد للعيبه تتكلم معاه اللعيبه تكلم بعضها يبقى في مشكله حتى القرار لما بيطلع بعد كده تحس ان هو احسن ان هو في تردد كمان لما بيتاخر القرار بيبقى بيكبر الموضوع بيحسس اللعيبه ان في تردد لازم الحاجه يكون صارم ويدي الصح يكون اتجه للبار يرجع وفي نفس الوقت برضه حاجه هشام ما يستكبرش ان اللي هو مش متاكد قوي ما تروح للفار تبص يعني ما يعني في كور كده الحاجات اللي فيها شك بالظبط اروح اتاكد امال الفار معمول ليه؟ يعني عشان اتاكد عشان لو انا حاسس ان بالظبط بالظبط لكن تجربه التحكيم المصري مهمه جداً. أنا شايف إنها مهمة طبعًا مهمة. طبعًا وقبل كده لعب البنا وكان كويس جدًا جدًا في ماتش الأهلي والزمالك حكى كمان مع إنه الحكم إحنا محتاجين الحكام المصريين مطلوبوش حكم محتاجين نرجع الروح الحكام المصريين لأن مفتقدينها ما بين الجمهور وما بين التحكيم دلوقتي لأن دلوقتي خلاص بقى دلوقتي تسمع إيه يقول لك ده ملاك النادي كذا وده ملاك النادي كذا يا جماعة في يعني برضو مهم جدا ان احنا لازم نغير الرؤيه دي الحكام نفسهم لان دورهم مهم لان برضو عصب اللعبه وبتضيع مجهود ناس وفلوس كتير جدا مدفوعه وكلام من ده الاهم كمان يا هشام حاجه الاهم حاجه احنا ما بنتكلمش داخليا يا استاذ احنا بنتكلم خارجيا كم حكم مصري دلوقتي في المحافل الدوليه مفيش. ما هو بيتكلم بيقول لك اذا كان اقوى الماتشات عندك فيها مشاكل ما بيحكمهاش حكم مصري بتجيب حكام من تونس بتجيب حكام من السعوديه بتجيب حكام من اوروبا وانت ما بتحكمش مش كده اول لاعب مصري احترف التجربه كانت تونسي. ايه وقتها كانت تجربه طبعا جديده بالنسبه ان كانش في احتراف كان سنه 91 كان لسه الاحتراف وانا بصراحه اللي شجعني ان انا رحت تونس قبل كده في بطولات افريقيا مع النادي الاهلي وهي بلد جميله وشعب جميل جدا. فلما لعبت الدوره العربيه في دبي وجالي العقد من هناك ما ترددتش قلت لان انا 1000 جنيه لا كان حوالي يمكن 10000 دينار وقتها 10000 دينار يعني كانت طبعا حاجه لسه لا اصل الارقام دي بالنسبه لدلوقتي ولا حاجه طبعا عشان كده انا بقول لهشام عايزين لو كنا بس لعبنا موسمين الايام دي الايام دي كنا دلوقتي عايزين اضطردت في ماتش للاهلي ولا ما اضطردتش؟ اضطردت ليه كان عملت ايه؟ دخلت دخله وحشه في محمد يوسف كنا بنلعب ماتش كنت متنرفز جامد جدا وكانت كرة جايه لي كانت على دماغي فخبطت فعملت بند وجري بعيده.